السلام عليكم، معكم ضومير المصمودي، البيع والشراء في البقرة، بقرة الحليب، الضرايب، الدافعات، العجلات الصغار، العلف، تبن مطحون، لونسيلاج. مرحبا، اللي خصاتو شي حاجة مرحبا. هاد الفيديو كنديرو اليوم باش نبريزونطيو لي برودوي ديالنا. ضرب ضربة ليا، دخل الله يرضي عليك أوليدي. هنا كيما كتشوفو هادو ضرايبات، هادو ضرايبات ديال الحليب لي غادي نجيبوهم ونبريباريوهم باش يوليو بقرات. هنا عندنا البقرة ديال الحليب، موجودة معهم عجل بومنيار أصيلي ديال الحليب، يعني معروف المصدر ديالو، معروف شكون هو ومنين جا وفين جا. هنا عندنا البقرة الدافعة والضروبة الدافعة، للأسف الشديد الضرايب ديال فرنسا، الضروبة ديال برا، هادو ضرايب دافعين وهادو بقرات دافعين بحال هاد الكحلة هولشتاين مليحة بحال هاد المونبيليا. هادو بقرات ستاتيات ملاحات كيحلبو أكثر من 60 لتر، وهادو مونبيليار ضريب. هاد المونبيليارات هادو، هادي ضريب. هاد المونبيليارات هادو، هادي مونبيليارات ضريب، أول ولدة عندهم. وهادو البقرات الستاتيات عندنا سيري منهم. أجي نشوفو العجينات، خل نوريهم العجينات تما. ديك الجهة راه هي كاينين عجينات، لي هما عجينات ولاد بقر ديال فرنسا، كنبريباريهم تا هما باش يوليو ضرايب صالحين للترقيح. المونبيليار اللي عندنا أصيل، عندنا شي شالوريات تمايا ملاحات. ودابا غنديرو واحد إطلالة من بعد ما نشوفو في الضريبات ديك العجينة الصغار، خدها غنكعسو في العجينة، غنديرو إطلالة على البقرة ديال الحليب لي هي لوبجيكتيف برينسيبال ديالنا. الان غادي نديرو واحد الاطلاله على البقره ديال الحليب اون جينيرال اللي عندنا ديسبوني. هنا البقره ديال الحليب بحال هذه مونبيليار، السن ديالها جموع، كلفو مازال زوين، كتحلب 30 لتر. هذه كذلك مونبيليار سداسيه، هذيك هولشتاين، هذه مونبيليار حتى هي، هاد كحله هولشتاين مليحه، هذه حتى هي مونبيليار يلاه والدة لا تحلب حتى هي فيها الحليب. هادي هولشتاين، هادي هي هولشتاين تتحلب 40 لتر. هادي مسكينة راه رجليها الله يشافيك منيسي، هادي بيروش بلي بليطو فليكفي. هذا انا اخر ديال البقرة لوز العدل. والان من الداخل ديال